وباء جديد في الصين يقتل 7 أشخاص ويصيب 60 آخرين، هل هي أوبئة آخر الزمان؟ عزيزي المشاهد، ظهور فيروس جديد في الصين يطلق عليه اسم البونيا يهدد بالتفشي، وقد أودى حتى الآن بحياة 7 أشخاص وأصاب 60 آخرين في الصين. هل هذه هي أوبئة آخر الزمان والتي هي من علامات الساعة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك عزيزي المشاهد في فيديو جديد. من علامات النبوة ودلائل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أخبر عنه من الفتن والملاحم وأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وقد وقع كثير مما أخبر به من الغيب ولا يزال يقع ويتكاثر ليؤكد صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، ويثبت الله تعالى المؤمنين بخبره في زمن أحاط بالمؤمن ابتلاءات السراء والضراء وحاصرته فتن الشهوات والشبهات، ولا نجاة إلا بالله تعالى وفي دينه، فمن تمسك به نجا ومن حاد عنه سقط وردى. ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في آخر الزمان انتشار الموت في الناس وكثرة موت الفجأة، وذلك يكون بالزلازل والبراكين والأوبئة والأعاصير والغرق، كما يكون بالحروب والملاحم والفتن. والإنسان هو المفسد الأعتى في الأرض، لأن الأصل فيه الظلم والجهل، وأكثر فساد الأرض وموت البشر والحيوان والنبات إنما كان بإفساد الإنسان. وأما الموت بالأوبئة فمنصوص عليه في علامات الساعة في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد 6 بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12 ألفا. رواه البخاري. فذكر فتح بيت المقدس وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه، ثم موتان يأخذ في الناس، قال القاضي عياض: اسم للطاعون والموت. وقال ابن الأثير: الموتان هو الموت الكثير الوقوع. وشبهه بقعاص الغنم لأنه داء يأخذ الغنم لا يلبثها إلى أن تموت، وقيل هو داء يأخذ في الصدر. ومما نراه عزيز المشاهد في زماننا هذا أن الكثير من الأوبئة تؤثر في الرئة وتحبس النفس حتى يموت الموبوء، فكثير من الموت في هذه الأمة يكون بالقتل وبالأوبئة، كما دلت على ذلك الأحاديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون. رواه أحمد. والطعن هو القتل، والطاعون وباء. وقال ابن خلدون رحمه الله: وأما كثرة الموتان فلها أسباب، من كثرة المجاعات أو كثرة الفتن فيكثر الهرج والقتل أو وقوع الوباء، وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجه، فإذا كان الفساد قويا وقع المرض في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة، وإن كان الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف فتكثر الحميات في الأمزجة وتمرض الأبدان وتهلك. وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره. وها قد ظهر فيروس قاتل من جديد في الصين، قتل 7 أشخاص في أعقاب جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف، وتم تشخيص ما لا يقل عن 60 شخص بمتلازمة ناجمة عن فيروس بونيا الجديد، وهو مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق القراد، ويمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم أو المخاط، ويسبب حمى نزفية فيروسية. ويعاني المرضى وجميعهم في شرق الصين من حمى شديدة مع متلازمة قلة الصفيحات SFTS، وهو مصطلح طبي يصف انخفاض الصفيحات في الدم، ما قد يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا وفقا لخبراء الأمراض المعدية. ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة للفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 في المناطق الريفية في الصين التعب والحمى والطفح الجلدي، ويعتقد أن حدث انتشار للوباء بدأ في أبريل مع عشرات الحالات في مقاطعتي جيانغيسو وأنهواي المجاورتين. أصيبت مزارعة تبلغ من العمر 65 عاما في جيانغيسو مؤخرا بحمى تصل إلى 40 درجة مئوية وسعال مستمر، وتم تشخيص حالتها بمتلازمة قلة الصفيحات، وهي الحالة 37 المؤكدة في مستشفى المقاطعة. قبل 3 سنوات أصيب 16 شخصا بالعدوى بعد ملامسة جثة شخص مات بسبب المرض، وأفادت التقارير أن المريض أصيب بنزيف بسبب عدوى شديدة. وأوضح شينغ أن أفراد الأسرة والطاقم الطبي يجب أن يكونوا حذرين، ويجب على الناس البقاء بعيدا عن الأدغال أو الشجيرات لتجنب القراد.
وأفادت التقارير أن الفيروس الذي ينتقل عن طريق القراد يمكن أن يتسبب في وباء محلي. ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان CDC، فإن معدل الوفيات بفيروس بونيا الجديد يبلغ 10%، بينما قال شينغ إن معدل الوفيات يتراوح بين 1 إلى 5%، وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الموت. وتمتد فترة حضانة المرض من 7 إلى 14 يوما، والأهم من ذلك أنه لا يوجد لقاح أو أدوية يمكن أن تستهدف ذلك الفيروس. وأشار شينغ إلى أن الأعراض المبكرة هي التعب والحمى، وأحيانا يكون هناك طفح جلدي، ووجد أن المرضى لديهم كميات أقل من الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء. وعادة ما يتعافى المصابون بالحالات الخفيفة من تلقاء أنفسهم، وأولئك الذين يعانون من التهابات شديدة قد يعانون من فشل في الأعضاء. وأفادت الصحيفة جلوبال تايمز أن الإصابات التي تم اكتشافها في شرق الصين سببها الرئيسي لدغات القراد حتى الآن. والسؤال الآن عزيزي المشاهد، ما السبب في كثرة هذه الأوبئة؟ دلت السنة على أن الفواحش والبغي سببان للوباء، ففي الحديث لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر البغي في قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان، فالأول وباء والثاني قتل، وكلاهما مكتوب على هذه الأمة ويكثر في آخر الزمان. وتتابعت الأوبئة والطواعين عبر القرون، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الموت، وأنه من علامات الساعة، وأن فناء أمتي بالطعن والطاعون أي القتل والوباء. وفي عصرنا هذا ظهرت أوبئة ما كانت تعرف من قبل كالإيدز والسرس وجنون البقر وإنفلونزا الطيور والخنازير وإيبولا وكورونا وغيرها، حتى إن منظمة الصحة العالمية سجلت في 5 أعوام فقط أكثر من 1100 وباء في مناطق العالم المختلفة، ويأذن الله تعالى بالسيطرة عليها واكتشاف اللقاحات لها. وإذا أذن بفناء جمع من البشر فيها عجزوا عن السيطرة عليها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهو على كل شيء قدير. شكرا لحسن المتابعة عزيزي المشاهد، نتمنى أن تكتب لنا رأيك في التعليقات أسفل الفيديو، وإن نال هذا الفيديو أعجابك قم بالضغط على زر الإعجاب وشاركه جميع أصدقائك، وإلى اللقاء. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم اكفني ما أهمني، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت. اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى. اللهم اجعل لي من كل ما أهمني، سواء من أمر دنياي وآخرتي، فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك.